غريب يعني لو نعرف السادة المشاهدين بحضرتك يعني أكثر، من هو السيد غريب؟ ما اسمي غريب الله صديق العوض، كنت شغال في بنك أبو ظبي التجاري، كنت مسؤول في بنك أبو ظبي التجاري، وتنقلت للعمل التجاري البزنس في عدة نشاطات، من تأجير السيارات، شركات عقارية، شركات نقل في السودان، مصانع بتاعت بلاستيك في السودان، ومصانع بتاعت زيوت، فعدة نشاطات أخرى. أستاذ غريب، لما نتكلم اليوم عن الإمارات، متى دخلنا الإمارات وكيف بلشنا المشروع الخاص فينا؟ أنا دخلت الإمارات سنة 1999، فاشتغلت في بنك أبو ظبي التجاري، بعدها تركت البنك واتجهت للعمل البزنس. فالحمد لله ولله الحمد، الأمور مشت يعني. يعني أستاذ غريب، نتكلم عن أول بزنس أنشأناه اللي هو تأجير السيارات. أول بزنس اشتغلت في الريال استيت، عقارات. نعم. فبعد ما مشيت في الريال استيت قلت أشوف السيارات، تأجير السيارات. نعم. فاشتغلت في تأجير السيارات. نعم. سنة 2011، لكن أول بزنس ريال استيت، اشتغلت في العقارات وشركات السياحة في دبي يعني. جميل جدا. يعني أستاذ غريب، لو نتكلم أكثر عن المشروع الريال استيت وعن السيارات، شو اليوم نقدم خدمات للمجتمع؟ انا كنت الريال استيت كنت ببيع وبشتري وبيع وشراء، اغلب مكان شغلي بيع وشراء وباجر، يعني عندي ريال استيت عقارات خاصه بي. يعني كنت باجرها، فتركت قلت اشوف العمل الخاص في تاجير السيارات. فالحمد لله لقيت البلد يعني تستوعب، والبلد الفرص فيها متاحه، والاستثمار فيها في دبي أفضل دول العالم، الاستثمار في دبي. نعم. يعني من ناحية أمن وأمان، وإنك أنت تكون في الإمارات يعني بلد حاجات واضحة، يعني ما فيها تقلبات، ما فيها شيء، ده كله بيرجع للحكام بتاعنا، بفضل الحكامة وشيوخة. الشيء الحاصل يعني في دبي، التطور والنهضة كله، يعني الله يحفظ الحكام ويرعاهم بفضل شيوخة وحكامة. أستاذ غريب، اليوم زي ما بتعرف الإمارات فيها أكثر من 200 جنسية، والمنافسة فيها شديدة. اليوم نتكلم عن حضرتك، يعني شو الشيء اللي ميزك خلاك تكسب ثقة الكاستمر اليوم؟ المصداقية. نعم. المصداقية مع الزبون، مصداقية في شغلك، تكون الشفافية بتاعتك. جميل. فدي كلها بتساعد عوامل بتاعت النجاح يعني. وأنا برجع إنه أنا يعني أساس إنه ما بشتغل براي، معي تيم، عندي مدراء تنفيذيين، عندي مدراء تنفيذيين بيساعدوا معي يعني، ما براي يعني، الاستاف مدراء تنفيذيين، تيم كامل بنشتغل يعني.
والله الان الخطه المستقبليه انا فتحت برانش في المملكه المتحده. جميل. الان شغال البرانش في المملكه المتحده باسم شركه خيول. ففتحت برانش شغالين يعني. فدي الخطه المستقبليه. وفتحت برانش الان برضو شغال في السعوديه في الرياض. المكتب شغال برضو نفس الشيء. جميل جدا استاذ غريب. استاذ غريب يعني اليوم تكلمنا عن الامارات، والامارات اليوم وفرت لنا نعمه الامن والامان. نعم. اليوم حابين ناخذ منك رساله شكر خاصه لحكام دوله الامارات. كل الشكر والعرفان والتقدير للحكامه وشيوخها، وبفضل رعايتهم للبزنس، بفضلهم ان احنا وصلنا للنجاح هذا. يعني ان احنا النجاح ده هم بفضلهم، هم بتفكيرهم وجهودهم، حكامه وشيوخه. كل الشكر والعرفان والتقدير لهم. مين بتحب تقدم كلمة شكرا اليوم؟ أشكر رئيس الدولة ونائبه، حكامه وشيوخ، كل الشيوخ أشكرهم كل الشكر على المجهودات، على إنه مساعدة. يعني البزنس في الإمارات بفضل الحكام فيه كل سهل، يعني سهل ويسر إنك أنت تشتغل وتفتح الشغل. البلد مفتوحة، يعني البلد مفتوحة لكل الناس، يعني فيها مختلف الجنسيات مختلف، فأنت لما البلد مفتوحة للجميع. فالحمد لله كل الكلام ده بفضل الأمن والأمان في البلد. يعني الحمد لله. الحمد لله. أستاذ غريب اليوم احنا تشرفنا فيك وسعداء جدا بلقاء حضرتك، نتمنى لك النجاح والتوفيق أكثر وأكثر. مرحبتين بكم، وأنا سعيد جدا بلقائكم.